السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد أن من ترك 3 جمع أنه يطبع على قلبه، فهل يعد من هذا فعله قلبه من القلوب السقيمة أم الميتة؟ يطبع على قلبه هو من القلوب السقيمة الميتة، طبع يقتضي أنه خلاص ما يقبل حق بعد ذلك، هذا وعيد، هذا وعيد شديد. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.